أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. يوتيوب يغلق القناة الرسمية لعمرو دياب. أغلق موقع اليوتيوب القناة الرسمية للفنان عمرو دياب، وذلك قبل ساعات من طرح ألبومه الجديد أحلى وأحلى في الأسواق بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، وتم طرح الألبوم منذ قليل. يذكر أن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات دخلت في خلافات مع الهضبة عمرو دياب، وتقدمت الشركة بطلب رسمي للمصنفات الفنية بمنع طرح ألبوم الهضبة في الأسواق، وذلك قبل أيام من طرحه. من المقرر أن يتم البدء في القضية بين الفنان عمرو دياب وروتانا نهاية الشهر الجاري. ريهام حجاج وميمي جمال في وش سعد. يشارك كل من الفنانين ريهام حجاج وميمي جمال في السهرة 12 من حلقات المسرح البرنامج الكوميدي الساخر وش السعد مع النجم محمد سعد. تظهر النجمتان من خلال قصة كوميدية تدور حول العلاقات الأسرية داخل إحدى القرى البسيطة، مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة. أحمد عز بنيو لوك جديد. ظهر الفنان أحمد عز بطلة جديدة مع المصور خالد فضة في جلسة تصوير لصالح إحدى المجلات الأجنبية، وجاءت تعليقات متابعيه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: يا واد يا تقيل اتغيرت للأحلى. عيد ميلاد أسطوري للفنان محمد رياض. احتفلت أسرة مسلسل السلطان وشاه بعيد ميلاد الفنان محمد رياض، وهو يرتدي الملابس الشخصية آل شاه إسماعيل الصفوي، وذلك أثناء تصوير المشاهد الخاصة بدوره، مما أظهر الفرحة الكبيرة على وجه الفنان. سنة حلوة يا رياض. لطيفة رغم صعوبة مسلسل كلمة السر سيظل الأقرب لقلبي. قالت النجمة لطيفة كواليس تصوير هذا المسلسل هي الأقرب إلى قلبي بسبب حالة الحب الموجودة بمواقع التصوير التي يفرضها المنتج العمل أسامة السعيد والمخرج سعد هنداوي، ووضحها أنها انتهت من تصوير الغالبية العظمى من أحداث دورها بالعمل، ويتوقع لها ما يقرب من 3 أسابيع تصوير أي تقدر ب20% من إجمالي مشاهدها بالعمل. وأضافت لطيفة: أنا مبسوطة من الانتهاء من هذه النسبة من العمل رغم الصعوبات التي واجهتني، ومن حسن حظي أن تكون تجربتي الدرامية الأولى مع ورق مكتوب بحرفية شديدة للمؤلف أحمد عبد الفتاح والمخرج المحترم للغاية وله بصمة مثل سعد هنداوي، فضلا من وجود شركة منتجة وفرت كل السبل المتاحة كي يظهر المسلسل في أفضل شكل، لأنني سبق وأن ترددت كثيرا من تقديم تجارب درامية سابقة بسبب خوفي من بعض المنتجين الغير جدين. تامر حسني ورامي جمال معا في أغنية لشم نسيم. يقدم الثنائي تامر حسني ورامي جمال سويا خلال حفل حديقة الحرية بعيد شم نسيم أغنية 180 درجة، والتي قدمها سويا مؤخرا في حفل جامعة مصر، وهي من تأليف محمد عاطف والحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم. ويشهد الحفل الوجوه الشابة سيف مجدي وهاجر حمدي بجانب ما يقدمه كل من رامي جمال وتامر عاشور ورنا سماحة. كده بتكون انتهت نشرتنا الفنية، كانت معكم وجيدة عبد اللطيف من أخبار اليوم.